والاستاذ امير مرتضى منصور كان ضيف الاستاذ او الكابتن سيف زاهر امبارح، وكان له تصريح في حاجه محتاجين بس نقف عندها ونعدلها لان كانت بشكل غير دقيق. نطلع نسمع الفيديو ونرجع نعقب. انت عايز تقول الفار بيعتمد على التحكيم برضو ناس في الاوضه، بس دي لقطه هتتعاد 7 مرات يعني. لا انا قصدي حاجه، النهارده مثلا الكابتن ابراهيم نور الدين الفار هو اللي اختاره ان هو يقعد 475 يوم ما يحكمش للاهلي. كابتن ابراهيم نور الدين بقى له يتقال النهارده المذيع قال بقى له مش عارف 470 يوم ما حكمش للاهلي، ده النهارده اول ماتش. لا هو النهارده مش اول ماتش، كابتن ابراهيم نور الدين 469 يوم ما حكمش للنادي الاهلي نتيجه واقعه معينه. كابتن ابراهيم نور الدين من 15 ديسمبر الماضي، واحنا قلنا للامانه يا احمد حتى ان هو ما حكمش مده كبيره، في 15 ديسمبر الماضي حكم مباراه الاهلي وحرس الحدود في نفس المسابقه دي في الدوري. ولكن بنفس المنطق عندنا كابتن جهاد جريشه فضل 475 يوم ما بيحكمش النادي الزمالك، ودي 475 يوم وتحديدا من 27 اغسطس 2018 في مباراه الزمالك والنجوم، ورجع امام الزمالك وطلائع الجيش في 16 ديسمبر 2019. بنفس المنطق لو حضرتك بتشوف عوار في ده كان لازم تقارن المشهدين، او لو مش شايف في عوار واحنا قد نرتقي ودي وجهه نظر شخصيه، ان لجنه الحكام بتشوف ان الحكم لو كان مخطئ في حق فريق واتخذ قرارات خاطئه هي بتاخذ عقوبه تاديبيه ان هي بتحرمه من التحكيم للنادي ده مده طويله، والاهلي والزمالك هي من الاخر الكريزه بتاعه التورتايه في التحكيم. فلو انت عندك نفس المنطق اللي عندنا مش هتشوف ان ده فيه مشكله، وهتشوف ان ده قرار تاديبي من لجنه الحكام. ولكن لو حضرتك شفت ان ابعاد كابتن ابراهيم نور الدين للمده دي فيه مشكله، فكان لازم بنفس المنطق ترى ان ابعاد كابتن جريشه هو مساوي بنفس القدر، وان تجاوزت كمان عدد الايام انه برضه هو بيوحي بان في خلل زي ما حضرتك شفت في ابراهيم نور الدين ملحوظه، بس اتمنى نكون بنراجع نفسنا فيها. غير كمان المعلومه اللي اتقالت غلط ان ده كان اول ماتش بعد عودته للتحكيم للنادي الاهلي. لا غير كمان حاجه، الكابتن جهاد جريشه كان غايب كمان قبل مباراه النجوم عن الزمالك فتره طويله جدا، بس هنقول لها اعتباراتها وهي مباراه المقصه، برغم ان في اخطاء تانية حصلت في نفس الموسم بس كانت لصالح الزمالك، لكن كان في اعتبار هنا لغياب الكابتن جهاد جريشه عن مباراه الزمالك. لكن يكون الاعتبار بعد مباراه النجوم يجيب المده دي كلها عشان فكره اصل وشه حلو ووشه مش حلو وحظه حلو وحظه مش حلو مع الزمالك، وان هو لما بيحكم مباراه للزمالك الزمالك بيتغلب، هو ده اللي المفروض نقف عنده، لان الموضوع بقى كمان بيطالبوا الكابتن جمال غندور بلاش تجيب جهاد جريشه للزمالك عشان الزمالك بيكون مش موفق معاه. فدي نقطه مهمه جدا، على عكس الكابتن ابراهيم نور الدين اللي غاب نتيجه ركله جزاء مع وليد ازارو، اعتقد اللي قاعد بره الاستاد يحسبها ركله جزاء، فالمعيار هنا مختلف. والله يا احمد ايا كانت المسببات بس في النهايه يا تاخد المعيار ده يا تاخد المعيار ده، ما يبقاش في تناقض ان انا بشوف جزء، ولو انا مؤمن بنفس الفلسفه دي اتكلم برضو فيما يخص كابتن جهاد جريشه بنفس المنطق. معاك في النقطه دي، ونقطه كمان ان هو سمع عن الاستاذ حاتم بطيشه بشكل خاطئ، لان هو ذكر قال من مباراه الحرس، فبس الاستاذ امير ما سمعش كويس من الاستاذ حاتم بطيشه اللي ذكر معلومه جيده جدا، ولكن هيجرنا لفكره ان اذاعه مباراه النادي الاهلي ليه بتنسب ما بتنسبش لاي حد غير الكابتن حاتم بطيشه يعني.